السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا حدود. رغم مرور عشر سنوات على حكم الانقاذ الوطني للسودان والذي جاء اثر الانقلاب العسكري بقياده الفريق عمر حسن البشير على نظام الحكم الذي كان قائما في الخرطوم انذاك الا ان السودان لم يهنأ بالاستقرار او ينعم بالهدوء طوال هذه الفتره. وإنما تواجه الحكومة السودانية تحديات داخلية وخارجية عديدة. فالحرب في الجنوب التي اندلعت عام 83 لم تتوقف حتى الآن، وتستنزف ثروات البلاد وخيراتها وأبنائها. وهناك تقارير تتحدث عن مخططات غربية لاتخاذ الحرب في الجنوب ذريعة لتقسيم السودان وفصل شماله عن جنوبه. كما ان الحكومه تواجه ضغوطا امريكيه وغربيه في قضايا عديده كذلك تواجه الخرطوم مشاكل عديده مع دول الجوار وحصارا خارجيا ومجاعات داخليه وحديثا عن صراعات بين اجنحه حزب المؤتمر الحاكم ظهرت جليه للعيان خلال المؤتمر الاخير للحزب كما اصبح السودان يحتل جداول الاعمال في كثير من المؤتمرات واللقاءات الاقليميه والدوليه وخلال هذا اليوم تحديدا هناك اجتماعات عديده تعقد في اماكن مختلفه تتعلق بالسودان والوضع القائم فيه منها اجتماع التجمع الوطني السوداني المعارض في القاهره واجتماع مجموعه شركاء ايجاد الغربيين في روما وجولة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في ست دول إفريقية تحتل السودان واللقاء مع زعيم المعارضة المسلحة الجنوبية جون جرانج جانبا رئيسيا فيها حول كل هذه المحاور الشائكة يدور حوارنا اليوم مع وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء على الأرقام التالية ثمانية أربعة صفر أو أربعة أما رقم الفاكس فهو ثمانية مع إضافة كود الدوحة صفر صفر تسعة سبعة للمقيمين خارجها سعادة الوزير مرحبا بك أهلا بك اليوم تختتم في روما اجتماعات مجموعة شركاء إيجاد الغربيين و وسط معلومات تشير إلى أن هذه المجموعة تكاد تكون اتخذت أو اعتمدت خطة لتقسيم السودان وفصل شماله عن جنوبه. بداية بعملية تدويل لقضية الجنوب. ما هو موقفكم من تدويل قضية الجنوب؟ أولا لابد من تعريف مجموعة شركاء الإيجاد. مجموعة شركاء الإيجاد ليست هي مجموعة الإيجاد وإنما هي بدأت كمجموعة أصدقاء الإيجاد تحاول أن تساهم في حل المشكلات التي تنبع في دول مجموعة الإيجاد وبالتحديد هي الآن تعالج القضية الصومالية والقضية السودانية نعم. بالنسبة للسودان مبادرة الإيجاد ليست هي مبادرة شركاء الإيجاد م. شركاء الايجاد لا يستطيعوا تغيير مبادره الايجاد. الجهه الوحيده التي تستطيع تغيير مبادره الايجاد هي دول مجموعه الايجاد. لكن الشركاء يعتبروا اقوياء ولهم نفوذهم ولهم تاثيرهم على الدول الافريقيه الفقيره والتي تتعلق بمصالح كبيره مع هذه الدول التي هي دول الشركاء والتي لها من الواضح ان لها قرار ولها تاثير كبير على مجموعه الايجاد. مشكلة الناس الآن يتحدثون عن اختلافات بين دول الإيجاد لكن أيضا هناك خلافات بين دول شركاء الإيجاد حول معالجة المسألة الصومالية حول معالجة المسألة السودانية التدويل إلى حد أنا أقول نعم فالقضية السودانية بمجرد ما خرجت من بين السودانيين أنفسهم أقلمت بمعنى أصبحت إقليمية نعم ودولت بمعنى أن أصبحت هناك أطراف دولية تحاول أن البعض منها يحاول أن يعالج القضية ويسهم في معالجتها إيجابا والبعض له أجندة يحاول أن ينفذ من خلال هذه التكتلات لإنفاذ أجندته لكن عملية التدويل أما تساعد في عملية التقسيم وكلما دولت القضية كلما تعقدت كلما دخلت فيها أطراف إذا كانت هذه الأطراف تسعى إلى التقسيم ستتجه القضية نحو التقسيم. إذا كانت الأطراف التي دخلت تسعى إلى المحافظة على وحدة السودان عندئذ يمكن أن تدفع في اتجاه إيجاد حل في إطار الوحدة. لكن موقفكم أصلا من قضية التدويل وهذا سؤالنا المباشر. نحن أصلا لم نسعى للتدويل. هل تقبلون به؟ نحن رفضنا في اجتماع روما الأخير حينما عُرض في اجتماع نيروبي الأخير حينما عرض موضوع أن, 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 يكون هناك مراغبين من الأمم المتحدة ومن أوروبا ومن المنظمات الإنسانية رفضنا هذا رفض بات وقلنا أننا نكتفي فقط بمجموعة الإيجاد شركاء الإيجاد ويمكن أن تضاف إليها منظمة الوحدة الأفريقية باعتبار أن القضية تزال قضية إقليمية وما زال هذا هو موقفنا بالنسبه لقضيه ولو كن جنوب السودان ولو كنا نريد ان ندولها لما طلبنا من دول الايجاد التي تتميز بانها جاره للسودان بان تتولى هذا الملف وتعالجه الان القوى الكبرى تنفذ ما تريد في كثير من المناطق وتستطيع ان تختلق الاسباب والمبررات التي تدفعها الى تحقيق ما تريد. انتهت عمليه البلقان تقريبا الان بوجود قوات دوليه تتبع للولايات المتحده، تيمور الشرقيه حدث فيها ايضا ما ارادته الولايات المتحده والقوى الغربيه، وكل التقارير تكاد تشير الى ان الدور الان سيصل الى السودان. في حاله اقرار وجود قوات دوليه تتواجد في السودان بحجج كثيره جدا سيدفعها المجتمع الغربي في حاله انه يريد ان يقر ذلك، ما هو موقفكم كحكومه من وراء هذا؟ نحن طرحنا لهذه القضيه قلنا اننا لدينا طرح لحل مشكله جنوب السودان وجزء من هذا الطرح طالبنا واعلننا قبولنا بوقف شامل لاطلاق النار وكجزء من استمراريه وقف اطلاق النار قبلنا بفصل بين القوات وبمراقبين مقبولين لدى الطرفين اذا المبدا نحن لا اعتراض آه لدينا عليه ولكن ما هي القوى التي تدخل لكي تشارك في هذه القوات المراغبه؟ هذا هو السؤال، لو طرحت مثلا الولايات المتحده بالتاكيد السودان لن يقبل ذلك، لاننا نعرف اهداف ومرامي الولايات المتحده. ولكن لو طرحت مثلا دول الجوار قد يكون هذا مقبول للسودان. ولذلك في روما قبل تطرح. الاخير كان الطرح هي كريديبل فورسز، قوه مقبوله لدى الطرفين يمكن ان تاتي وتراقب وقف اطلاق النار والفصل بين القوات دكتور في ظل, في ظل الاتهامات الامريكيه لكم بانكم تمارسون التعذيب والاسترقاق والاغتصاب والاضطهاد الديني وضرب المدنيين في الجنوب بالقنابل العنقوديه في ظل هذه الاتهامات وغيرها من الاتهامات الاخرى فانكم بانكم دوله على قائمه الدول التي تدعم الارهاب وعلى قائمه الدول التي تضطهد تمارس الاضطهاد الديني في ظل كل هذه المبررات يمكن استصدار القوانين والقرارات من مجلس الأمن ومن غيره التي تدفع الولايات المتحدة إلى أن تأتي شئتم أم أبيتم بقوتها أو بقوات حليفة لا ما حدث في تيمور الشرقية هو أن جاءت قوات نيبالية تحت قيادة أسترالية يعني ليس بالضرورة أن الولايات المتحدة بنفسها تنفذ ما تريد في الجنوب ولكن يمكن أن تأتي بقوات وتكون هناك المبررات التي تدفع إلى عملية التقسيم وإلى عملية التواجد الفعلي في الجنوب الأمر لا يحتاج إلى موافقة الحكومة السودانية أو رفضها وأولا هناك سؤال مهم القوات تأتي آآ آآ لماذا لوقف إطلاق النار الحكومة هي التي أعلنت وقف إطلاق النار وهي التي تقبل به الطرف الآخر هو الرافض لوقف إطلاق النار النقطة الثانية بالنسبة لإدعاءات الولايات المتحدة آآ ضد السودان هذه الإدعاءات تضح أنها كلها أكاذيب وانتهت بأن المجتمع الدولي كل الآن بدأ ينظر إلى اتهامات الولايات المتحدة تجاه السودان بتشكك وعدم مصداقية كيف ظهرت أنها أكاذيب وهي لا زالت مطروحة وأخرها صدر بس قبل أسبوعين أو ثلاثة في التقرير وهناك في هذا الشهر نوفمبر سوف تناقش بعض القوانين في الكونغرس التي ستزيد عملية الضغوط والحصار على السودان وهناك تبني وهناك تعيين لمندوب أمريكي جديد بالنسبة للسودان تولى قبل خمس سنوات المصالحة بين رياك مشار وبين جون جارن دعني أدلل لك كليم. كيف أنها طلعت أكاذيب أولا الولايات المتحدة اتهمت السودان بالرق لجنة حقوق الإنسان في جنيف التي هي مباشرة تحت الأمم المتحدة أخرجت قرار تبناه الاتحاد الأوروبي لم تذكر فيه رق في السودان وإنما قالت أن هناك عمليات اختطاف ثانيا الولايات المتحدة ذكرت أن السودان يلقي بالقنابل العنقودية أو بالأسلحة الكيميائية في جنوب السودان نعم. الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أصدرت تقرير بأن فحوصاتها التي أجرتها في معامل أمريكية كذبت وجود أي مواد كيميائية وهذا معلن للعالم كله الولايات المتحدة ضربت مصنع الشفاء للأدوية وذهبت إلى العالم بما فيه العالم الأوروبي وغيره وذكرت أن هذا المصنع ينتج الأسلحة الكيميائية ويتبع لأسامة بلادي نحن ذهبنا إلى مجلس الأمن وطلبنا لجنة لتقصي الحقائق حتى الآن الولايات المتحدة ترفض لجنة للتحقيق النتيجة لكل هذا تغير نظرة العالم لما يجري في السودان كيف تغيرت الولايات المتحدة عفوا دكتور مستمرة فيما, فيما تطرحه من اتهامات لكم وتحقق ما تريد بغض النظر عن ان صفحتكم بيضاء او انكم يعني تدفعون هذه الاتهامات الموجهه لكم، الضغوط مستمره، البرايت موجوده في المنطقه الان، هناك شركاء الايجاد في روما الان يتخذون قرارات بشان الجنوب فالامور تسير في انا انا اناقشك من حقائق الولايات المتحده رغم هذه الاتهامات ومحاوله محاصره السودان ما الذي حدث الان؟ في صندوق النقد الدولي وقفت الولايات المتحدة ضد السودان وقف العالم كله مع السودان وصدر قرار صندوق النقد الدولي الأخير باعتبار السودان دولة متعاونة الولايات المتحدة وقفت ضد عودة العلاقات السودانية الأوروبية وذهبت بكل هذه المعلومات إلى أوروبا فإذا بالعلاقات السودانية الأوروبية الآن تبدأ في العودة إلى وضعها الطبيعي مجالات استثمار اقتصادية علاقات سياسية الولايات المتحده وقفت في الامم المتحده تريد ان تدعم لجنه التضامن المسيحي التي تدعي ان هناك رق في السودان. وقف كل اعضاء لجنه الامم المتحده للمنظمات التطوعيه مع السودان وتم طرد هذه المنظمه بينما وقفت الولايات المتحده وحيده. الولايات المتحده الان لا تستطيع ان تصدر قرارات من مجلس الامن ضد السودان. لأن هناك الدول دائمه العضويه فرنسا، الصين، روسيا، والآن علاقتنا مع بريطانيا عادت، وهذه الدول تختلف مع الولايات المتحدة في عملية معالجة القضايا السودانية. لكن إذا الولايات المتحدة كانت في السابق تحاصر السودان اقتصاديا. ولا زالت تحاصر حصار السودان له تأثيره. سياسيا، ونجحت في الفترة الماضية في أن تؤلب العالم لكي يساهم معها في هذا الحصار. الآن الولايات المتحدة انعزلت. وبدأت هي وحدها بدات هي وحدها تحاول ان تحاصر السودان دكتور اليس الحديث اليس الحديث عن عمليه انعزال الولايات المتحده فيما يتعلق في السودان هو في نوع من المغاء يعني تضخيم وضع السودان الان وتصغير حجم الولايات المتحده ونوع من المخالفه للحقائق لا لا. الواقعيه الموجوده لا على لا الأرض. انا اتحدث معك الان بحقائق انت اذكر لي ما هي كيف الان الولايات المتحده كانت في السابق تنجح في إصدار القرارات في مجلس الأمن الآن لا تستطيع كانت في السابق تنجح في إصدار القرارات في صندوق النقد الدولي الآن لا تستطيع كانت في السابق تنجح في تأليب حلفاء دول الاتحاد الأوروبي الدول الموجودة في المنطقة العربية والأفريقية الآن لا تستطيع أنا لا أقول لك أن الإدارة الأمريكية غيرت من منهجها تجاه السودان ولا يعني اقلل من حجم الولايات المتحده ونفوذها، لكن انا بالحقائق اقول لك ان العالم ما عاد يجاري الولايات المتحده في سياستها تجاه السودان. وبهذا اقول ان النتيجه ستكون اما ان الولايات المتحده ستكون منعزله في سياساتها تجاه السودان، وبالتالي كما هاجمت مصنع الشفاء للادويه وضربته لم تجد استجابه من العالم. قد تلجا لضرب السودان. ولكن في هذه الحاله ستكون معزوله وعلينا نحن السودانيين كي نحافظ على وحده بلدنا وكي نحافظ على ترابنا اذا كتب علينا ان نقاتل فسنقاتل هذا 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 في في مبالغه كبيره الان اولبرايت تمر على ست دول افريقيه تلتقي مع جون جرنج تحاول التنسيق مع بعض الدول الحليفه لها والتي على عداء معكم، انتم علاقتكم سيئه بمعظم دول الجوار المحيطه بكم والولايات المتحده تستغل هذا والا فكيف تقاتل المعارضه ومن اين تاتيها الامدادات؟ والذين اتهمتموهم بتفجير او المتهمين بتفجير انبوب النفط الان في دوله مجاوره للسودان علاقتكم سيئه بمن حولكم؟ الولايات المتحدة تستغل هذا استغلالا جيدا إذا عجزت الولايات المتحدة عن اتخاذ قرارات من مجلس الأمن فيما يتعلق بالسودان تتخذ قرارات في الكونغرس وتنفذ هذه القرارات بشكل يؤثر عليكم أيضا تأثيرا مباشرا هذا الكلام الذي قلت يا أحمد أيضا يجانبه الصواب في أي أن تقول لي مثلا أن العالم كله ضد السودان لأن الولايات المتحدة ضد السودان هذا أنا ما قلتش يعني العالم كله أن تقول أن كل مج... علاقاتنا مع دول الجوار كلها متوترة هذا غير صحيح السودان محاط بتسع دول ويمكن أن تضيف إليها السعودية إذا عبرت البحر الأحمر فهو أغلبية دولة أفريقية ولا, أغلبيت لها... ولا أغلبيتها, أغلبيتها, أغلبيتها لها علاقات ولا أغلبيتها أو, أو الدول الأساسية دعني التي دعني المفترض أن دعني تكون لها دعني, بي... دعني أشرح لك الحقائق فضل. نحن علاقاتنا جيدة مع ليبيا علاقاتنا جيدة مع شاد علاقاتنا جيدة مع أفريقيا الوسطى علاقاتنا جيدة مع الكونغو الديمقراطية تتوتر الان العلاقات علاقاتنا جيدة مع, الك... مع كينيا علاقاتنا جيدة مع اثيوبيا هناك دولتين يوغندا واريتريا علاقاتنا متقدمة مع مصر هناك حوار حذر ياتي حزر. تصريح للسيد الترابي ينسف هذا التصريح هناك حوار حذر مع اريتريا ب... تبقت يوغندا من تسع دول جوار إذا كانت هناك دولة أو دولتين علاقاتنا متوترة معها يصبح إذا علاقات السودان مع كل دول جواره متوترة؟ هناك يا دكتور عدم استقرار في هذه العلاقات التي أشرت إلى أنها متوترة وعلى رأسها مصر على, على سبيل المثال يأتي الدكتور حسن الترابي بتصريح يقلب فيه كل ما تم إنجازه وبناؤه من قبلكم مع مصر من آن إلى آخر لو افترضنا أن علاقاتنا مع مصر لم تعد إلى وضعها الطبيعي لكن علاقاتنا مع على الأقل ستة من تسعة من دول الجوار السوداني ظلت مستقرة بل الآن تتقدم ولا تتأخر أنت قارن علاقات السودان مع جواره واللي الولايات المتحدة هي السبب الأساسي في توتر هذه العلاقات وانتهت لأن الولايات المتحدة سياستها هي سياسة ما الذي تفعله عفوا أولبرايت في كينيا بشكل أساسي فيما يتعلق بالسودان وزيرتها لكينيا مقصود بها السودان وجنوبه بشكل أساسي أنا. أليس كذلك؟ أنا أقول إذا كانت هذه الدولة كينيا أنتم علاقتكم كما تقول الآن علاقة جيدة بها فلماذا كينيا تتعاون مع الولايات المتحدة أو تقبل أن تتناقش مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية الجنوب؟ أولا هي أنت لا تستطيع أن تمنع كينيا من أن تزورها وزيرة الخارجية الأمريكية خاصة في زمن الطغيان الأمريكي هذا وأنا لم أقل أن زيارة ألبرايت غير مرتبطة ب التوتر الحادث في العلاقات وبالمؤامرات التي تديرها الولايات المتحدة ضد السودان هذا وارد البرايت قالت أنها تأتي إلى نيروبي لكي تعطي رسالة لقرن في أن يكون جاد وصادق في عملية السلام إذا كان هذا صحيح وأن أعطت هذه الرسالة لقرن على الطريقة الأمريكية وليس على الطريقة السودانية حتى ولو على الطريقة الأمريكية إذا كانت الرسالة هي كما ذكرت مساعده وزيره الخارجيه الامريكيه انهم سيعطوا رساله لقرن لكي يكون جادا في عمليه السلام، ماذا يعني هذا؟ ان الاعتراف من الولايات المتحده ان قرن في الفتره الماضيه لم يكن جادا في عمليه السلام، ونحن نامل ان يتحول قرن من عامل حرب لعامل سلام، عندئذ يمكن ان نتقدم الى الامر. هل هناك مجال للحوار بينكم وبين الولايات المتحده؟ بالتاكيد اذا ما كانت هناك اراده لكي نعالج هذه الملفات التي دائما تسير الولايات المتحده ضد السودان السودان يعلم تماما ويقر بان الولايات المتحده دوله كبرى وانها لديها مصالح في المنطقه وزياره اولبرايت لافريقيا هذه هي تقول انها تاتي ضمن الشراكه الامريكيه مع افريقيا اذن هي لمصالح امريكا في افريقيا نحن لا نستطيع ان نوقف مصالح امريكا في افريقيا نحن نعتقد جازمين بان الولايات المتحده إذا ما كانت حيادية ولعبت دورا ايجابيا يمكن ان تسهم في حل العديد من قضايا السودان وعلى رأسها قضية السلام في جنوب السودان هل يوجد وسطاء بينكم وبين الولايات المتحدة او قنوات سرية للحوار؟ هناك قنوات ليست بالضرورة ان تكون سرية، فمنذ ان عُرض موضوع ضرب مصنع الشفاء للادوية في مجلس الامن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن تأجيل البحث في الموضوع وإعطائها فرصة لمعالجة القضية ثنائية ومنذ ذلك الحين ونحن نجري اتصالات آه تارة عبر رسائل مكتوبة ومرة عبر اتصالات مباشرة عبر من؟ مثلا آه أنا التقيت بالرئيس بي آه الأمريكي بيل كلينتون العام الماضي في لقاء غير رسمي بعد افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في حفل قداء رتبه الأمين العام للأمم المتحدة للرؤساء ووزراء الخارجية الذين شاركوا في الدورة نعم. تحدثت معه حول العلاقات السودانية الأمريكية وهو كلف نائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس بيكرين لكي يتولى الحوار معي م. وعقدنا جلسه او جلستين في نيويورك ثم بعد ذلك بدانا عبر رسائل مكتوبه نجري نوع من الحوار حول القضايا المتعلقه بالعلاقات بين السودان والولايات المتحده. لكن المشكلة مستمر الحوار الى الان؟ لازال مستمر المشكلة اخر خير. مره بينكم وبين الامريكان اتصال او بين مساعد وزير الخارجيه الامريكيه متى كان؟ اخر مره قبل شهرين انا وصلتني منه رساله ورديت عليها. المشكله انه في الاداره الامريكيه هناك موجود تيارين م. تيار يقوده توماس بيكرينغ وهو الذي يرى انه لا بد من اجراء حوار جاد مع الحكومه السودانيه للوصول لحل هذه القضايا وتيار اخر تقوده مساعده وزيره الخارجيه للشؤون الافريقيه سوزان رايس وهذا هو التيار المتشدد الذي يضع العراقيل امام الحوار بل سوزان رايس هذه لم تزر السودان اصلا طول حياتها هي كتبت عده مقالات تطالب مقالات الجنوب وان نعم الحكومه السودانيه يعني لم تترك يعني شيئا يمكن ان توصم به الحكومه السودانيه في تصرفاتها الا ووصفتها به واخر هذه المقالات نشر اعتقد في نعم ليرد وقد علق عليها احد الرؤساء الافارقه نعم في قمه سرت وقال هذا نموذج للتخبط الامريكي تجاه افريقيا بصفه عامه وتجاه السودان بصفه خاصه اذا امريكا تتخبط اذا امريكا عفوا تتخبط في ما يتعلق بالجوانب السياسية ما يتعلق بالجوانب الدينية واتهامكم بأنكم دولة تضطهد غير المسلمين تضطهد المسيحيين في الجنوب على وجه التحديد وصدور تقرير من الإدارة الأمريكية في تأكيدات وشهادات على ذلك شوف هي أمريكا صوتها أكبر منا، هذا صحيح قوتها أكبر مننا هذا صحيح لكن الحق في النهاية لا بد من أن يظهر و مثال على ذلك هذه القضية. هذا السفير الذي عينته الولايات المتحدة لمراقبة الحريات الدينية والتعصب الديني في دول العالم لم يزر السودان ولم يلتقي بمسؤول سوداني. ليس بالضرورة أن يزور أنا السودان أنا أنا أتساءل. دعني فقط أتساءل وأن نطرح القضية للقارئ. نقارن ما بين ما موجود في السودان وما موجود في الولايات المتحدة. الدين الإسلامي في الولايات المتحدة يعتبر هو الدين الثاني قبل اليهودية. ولكن اريد منك فقط ان تذكر لي اسما واحدا من المسلمين موجود في الاداره الامريكيه او موجود في مجلس النواب او موجود في مجلس الشيوخ او موجود في الكونغرس الامريكي لا يوجد مسلم واحد تقصير من المسلمين وليس بالرق. من أمريكا. ليس تقصير من المسلمين انما يملكون و... القوة للوصول الى هذه الاماكن سوف يصلوا كم من المسلمين المتعلمين الذين لديهم شهادات ودرجات وبحوث ويدرسون في الجامعات الامريكية وفي غيرها موجودين في الجامعات ومراكز الابحاث هل اتيحت لهم الفرصة في ان يشاركوا؟ لم يطلبوا ولم يسعوا الى ذلك هذا هذا النوع من الجدل الذي لا يصدقه الواقع انظر الى السودان مثلا م. نائب رئيس الجمهورية مسيحي ومن الجنوب نائب رئيس المجلس الوطني مسيحي ومن الجنوب مجلس الوزراء فيه عدد من الوزراء المسيحيين ومن الجنوب الوزيره الوحيده الموجوده في مجلس الوزراء الاتحادي من الجنوب ومسيحيه وهي وزيره العمل نائب وزير الخارجيه المطران او البيشوب روريج الاب روريج هو مسيحي يقود الصلاه في الكنيسه وهو نائب وزير الخارجيه في السودان عشرات من المسيحيين موجودين في البرلمان السوداني. اين توجد الان بعد هذا الشرح اين توجد او اين يوجد التعصب الديني؟ يوجد في هذا الخبر الذي وصل للتو من وكاله الانباء الفرنسيه في ان السيد رياك مشار نائب رئيس الجمهوريه يتهم الحكومه السودانيه للمره الاولى باضطهاد المسيحيين. ويقول ان وضع الكنائس قد تدهور الى حد ان الحكومه باتت ترفض ان تمنحها الاراضي وتصادر جميع املاكها، وهذه اول مره كما تقول وكاله الانباء الفرنسيه يوجه فيها مشار وهو نائب رئيس الجمهوريه انتقادات بهذه اللهجه الشديده الى الحكومه. ما ردك ساعه الوزير؟ التقرير مضى عليه او الخبر لم يمض عليه اكثر من ساعتين. المساله لا تحتاج لبيان يصدر من الدكتور رياك مشار. تورياك مشار هو مساعد رئيس الجمهوريه وهو رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبيه اي بمعنى اخر انه هو حاكم الجنوب انا قبل يوم او يومين كنت مع والي الخرطوم وتحدثت معه حول هذه الاجراءات م. ووصلت معه لاتفاق لاعاده اراضي الكنيسه في ام درمان انتم وصدر... هذه الاراضي صدرتم هذه الاراضي لصالح مقر الحزب الحاكم لا لا. درمان. اول حاجه مقر الحزب الحاكم ليس في ام درمان الذي حدث في ام درمان ان هناك اراضي للكنيسه وللمستشفى منذ ايام الاستعمار الانجليزي م. هذه الاراضي حكر و حكر. ومكتوب في القرار حينما ينتهي هذا الحكر بعد الفتره المحدده تؤول هذه الاراضي الى حكومه السودان فانتهت مده الحكر وآلت هذه الأراضي قانونيا إلى حكومة السودان بمجرد أن انتهت مدة الحكر رفع القضاء وسجل هذه الأراضي باسم حكومة السودان أنا حينما قابلت والي الخرطوم قلت له أولا هؤلاء مواطنين لديهم حقوق ومن حقهم على الدولة أن تتيح لهم أن يستمروا في هذه الأرض هم ليسوا أجانب يعني باختصار وتوصلت ما الذي قررتم باتفاق نعم. مع الوالي بان هذه الاراضي تستمر فيها الكنيسه وتظل لصالح الكنيسه طالما ان القرار يقول ان هذه الاراضي تؤول الى حكومه السودان هؤلاء مواطنين سودانيين وهذا ما اتفقنا عليه والكنيسه الان موجوده في نفس هذه الارض ويمكن للدكتور رياك, رياك مشار وقالوا وكذب ما ذكر رياك مشار ويمكن للدكتور رياك مشار الان ان يذهب الى ام درمان وسيجد هذه الكنيسه في مكانها الآن يوجد اجتماع في مصر للمعارضة السودانية. هناك اجتماع في روما لشركاء الإيجاد، اجتماع في مصر للمعارضة السودانية لمناقشة المبادرة الليبية المصرية بشأن المصالحة في السودان. ما هو موقفكم من هذه المبادرة؟ موقفنا من هذه المبادرة ينبع أساساً من موقف الحكومة المبدئي تجاه عملية الوفاق هذه الحكومة جعلت من الحوار مع خصومة ومعارضيها مبدأ أساسي ولعلي فقط أضرب أمثلة نحن عن طريق هذا الحوار عاد الشريف زين العبدين الهندي الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي والآن يمارس حياته السياسية وأسس حزبه وطاف جميع أنحاء السودان وبعد أسابيع سينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب أنا هذا أسأل الحوار، أنا أسأل أسمح, أسمح, اسمح لي اسمح هذا الحوار هو الذي انتهى بأن عاد الرئيس نميري إلى السودان وأسس حزبه وبدأ يمارس حياته السياسية. هذا الحوار نفسه هو الذي جعل الدكتور رياك مشار يترك البندقية ويعود إلى الخرطوم ونوقع اتفاقية الخرطوم للسلام وهو الآن. رئيس مجلس التنسيق لجنوب السودان ومساعد رئيس الجمهورية هذا الحوار هو الذي انتهى بالدكتور لاماكول الذي وقعنا معه اتفاقية فشودة وأتى من القابة والآن وزير النقل هذا الحوار هو الذي عاد بالهادي بشرة الذي كان في القيادة ما يسمى بالقيادة الشرعية العسكرية للمعارضة والآن هو وزير هذا الحوار, أحنا. هذا الحوار من قبل ذلك هو الذي عاد هو الذي جعل شخصيات سياسيه حزبيه ملتزمه تدخل في هذه الحكومه وتشارك فيها الان في الوقت الذي تتهمون فيه المعارضه بالخيانه تدعون المعارضه للمجيء والعوده الى السودان وممارسه السيا... يعني دورها السياسي على الساحه كيف يتوافق هذا اليس هذا تعارضا في الموقف؟ اولا دعني اكمل ما بدات واقول لك ان هذا الحوار الزار مش هيخلص لان العدد هو لاز... كبير لان لابد الشواهد كبيره ل... ل... نعم النائب الاول لرئيس للرئيس نميري عبر هذا الحوار هو هو الان وزير في هذه الحكومه عثمان عبد القادر الذي كان يعني في كل, اللي كل اللي كل اللي منصب هو الان موجود كل من سيعود ستعطوه منصب اذا الحوار اصل ومبدا لهذه الحكومه لن تتخلى عنه حتى ولو حدث تفجير لانبوب النفط طيب. هل نأتي. تقبلون بمن قاموا بعمليه التفجير ولا زالوا يقولون انهم سيواصلون التفجير واخر تصريح قال ان خمسه افراد فقط يكفوا ليقوموا بعمليه تفجير انبوب النفط هذا. وانتم تطلبون الحوار مع هؤلاء في الوقت الذي تتهمون الحوار مبدا الحوار مبدا نحن سنصر عليه وسنواصل ولكن عمليه تفجير النفط هذه مساله قضائيه ستستمر وهؤلاء الذين هؤلاء مسؤولون عنها الذين تطلبون نعم الحوار معهم هؤلاء نحن نتحاور مع المعارضه اينما وجدت وكل من تمتد يده لمحاوله تفجير انبوب النفط سنقطعه وسنصل عبر الاتفاقيات الدوليه التي وقعنا عليها واعود الى اتفاق المبادره المصريه المصري الليبيه الليبي. اولا انا اريد المستمع الكريم ان يكون واعي تماما المشاهد الكريم ان يكون واعي تماما بالموقف السوداني. هذه المبادره حينما وقعت في طرابلس الحكومه لم تكن طرف فيها، كل عناصر المعارضه وقعتها. حينما عرضت هذه المبادره على الحكومه، الحكومه قبلتها بالتمام. بل بدات في تنفيذ بنودها. انتم متهمين بعدم الجديه في قبولها. انا 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 ولهذا انا احاكم وارد على هذا. الجديه تنبع في كيف؟ نحن حينما عرضت علينا المبادره لم نقل اننا لم نشترك في مناقشتها وفي صياغتها وفي كتابتها وانما وافقنا عليها بالاجمال حينما جاءنا الوفد المشترك المصري الليبي الى الخرطوم انا استقبلته وطلب مني ثلاث اشياء الراينا في المبادره تشكيل اللجنه التحضيريه وايضا تحديد الموعد المناسب لاجتماعات اللجنه التحضيريه و البدء في تنفيذ على الاقل البند الاول والثاني من المبادره. نحن على الفور قبلنا بكل بنود المبادره الخمس. الوفد موجود في الخرطوم اعطيناهم اسماء اللجنه التحضيريه اعلنا قبولنا بوقف اطلاق النار الشامل اعلنا وقف للحملات الاعلاميه الوفد عاد الى القاهره واقترح علينا أن يكون الاجتماع على اللجنة التحضيرية بعد الاتفاق مع الطرف الآخر يوم 13 تسعة يوم 13 تسعة سبتمبر. سبتمبر نحن على الفور قبلنا بهذا الموعد وقلنا لهم إحنا مستعدين قالوا المكان يكون القاهرة قلنا إحنا مستعدين ما الذي أجل موعد 13 سبتمبر هل الحكومة التي أجلته؟ الطرف الاخر هو الذي هذه الامور تحدث بشكل طبيعي فيما يتعلق بالمفاوضات، المفاوضات لا تنتهي في يوم وليله، المفاوضات تاخذ مداها ويتم التأجيل بدأت هي وهم هي أخلي؟ اطراف أخلي؟ مختلفه ولا بد ان تتفق مع بعضها هل بدأت؟ البعض. هل انتم مستعدون للقبول بتقديم تنازلات للمعارضه وقبول ما تطلبه المعارضه من اجل هذه المصالحه التي يمكن ان تتم ام انكم ايضا ستدخلون في دوامه طويله من المفاوضات بهدف تفتيت وضع المعارضه. يا اخي نحن لا نطلب اي شرط للدخول في المفاوضات وقبلنا بالبنود التي طرحت لكي تكون موضوعات للمفاوضات وقبلنا بتحديد الموعد الذي اختاره الطرف الاخر ليكون موعد للمفاوضات لاجتماعات اللجنه التحضيريه، نحن نامل ونتمنى أن تخرج الآن المعارضة في اجتماع في القاهرة بردود واضحة لهذه المواقف التي اتخذتها الحكومة، الحكومة اختارت لجنة التحضيرية، المعارضة لم تختارها حتى الآن. الحكومة قبلت بأي مكان يتم فيه اجتماع اللجنة التحضيرية، المعارضة لم تحسم موقفها حتى الآن. الحكومة قبلت ب التاريخ الذي اختير لاجتماعات اللجنه التحضيريه المعارضه متردده حتى الان إجاز. المعارضه من المفترض اليوم انها تحسم كل هذه الامور في حال حسم المعارضه تحديد اعضاء الفريق المفاوض وتحديد موعد له وهذه الامور ما هي التنازلات او الخطوه القادمه من قبل الحكومه السودانيه الحكومه ستكون جاهزه للاجتماع بفريق اللجنه التحضيريه من المعارضه في المكان الذي تختاره في الزمان الذي تختاره تتركون لهم, لهم حرية الزمان والمكان الذي يختارونه لإنعقاد اللجنة التحضيرية. ما هي الأولويات ليست أو جدول الأعمال الأول؟ شروط. جدول الأعمال الأول الذي من المفترض أن يتم مناقشته. جدول الأعمال المفترض أن يحدد مكان آه إنعقاد الملتقى، ملتقى الحوار الوطني السوداني، زمان إنعقاد ملتقى الحوار الوطني السوداني، موضوعات. ما هي الموضوعات؟ أنا سؤالي عن الموضوعات سؤالي عن الموضوعات هذا هو هذه هي التي اللجنه التحضيريه مفترض ان تحدد هذه ليس الموضوعات ليس من قبلكم كحكومه سودانيه تحديد موضوعات وانما تتركون حتى للمعارضه تحديد الموضوعات ليست لدينا مشكله، المعارضه طرحت في لقاءاتها الجانبيه ان 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 يكون هناك موضوعين رئيسيين، الحريات وكيفيه ممارستها والسلام في جنوب السودان ما الذي قبلنا بهذا ما الذي سوف تتناوله مع وزير الخارجيه المصري عمرو موسى في لقائك معه من الذي من المفترض ان يكون بدايه الاسبوع القادم بالتاكيد ملف الوفاق الذي ترعاه مصر وليبيا سيكون احد اجنده المفاوضات ملف العلاقات الثنائيه سيكون ايضا الاجنده التاليه في المناقشات ثم بعد ذلك الخطوات المطلوبه أو المطلوب قيامه في المستقبل سواء تجاه الوفاق أو تجاه تطبيع العلاقات بين البلدين. اسمح لي أخذ بعض مداخلات المشاهدين الأخ فخر الدين عوض من لندن. مرحبا تفضل يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم بإيجاز لو سمحت قبل أن تبدأ يبدو أنك تعد خطبة لكن سؤالك بشكل مباشر لأن هناك عدد كبير من المشاهدين تفضل تفضل. أتفق مع سيادة الوزير في أنه يعني عن عن في ان المسيحيه شهدت ازدهار آه كبير في عهد حكومه عمر البشير و... وتناول العلاقات الخارجيه في المقام الاول واقول لسياده الوزير انه حكومه الانغاز الساعي جيش الرب المسيحي في اوغندا وهذا الذي يسبب توترا في علاقتكم مع اوغندا وهكذا دواليك مع مصر ومع اريتريا ومع كل دول الجوار بالنسبه للحوار مع المعارضه الحكومه تتخذ الحوار كمطيه لكسب الزمن وعمليه كسب علاقات عام عمليه علاقات عامه يعني لتحسين وجه الحكومه على سبيل المثال انه تكوين وفد الحكومه الذي الذي يتحدث عنه سياده الوزير ضم شخصيات من احزاب كرتونيه لا وجود لها للمحاولة مثل من مثل من, من يا فخر الدين يعني مثل من هذه الشخصيات الكرتونيه عفوا سموه رئيس حزب الامه مع انه موجود رئيس حزب الامه هو السيد الصالح المهدي فالحكومة نفسها غير جادة في الحوار وكل ما يكون على بريشا أو الضغط من أمريكا أو من دول القرب أو من غيره وغيره هي تجي الحوار أول ما الضغط يخف ترجع الحوار شكرا لك المعارضة من منطلقات وطنية تدخل أه الحوار تسمح من أجل لي؟ وحدة السلام وسلامة أخفر الدين اسمح لي نسمع تعليق سعادة الوزير تفضل يعني يبدو ان هناك محورين انكم تدعمون جيش الرب يعني في اوغندا والمحور والتكوين الثاني والتكوين الوفد نعم. ويبدو انه معلومات الاخ فخر الدين ومعلومات معلومات شخص غائب عن السودان لا يعرف ما يجري في السودان ليس لأن بالضروره لأنه... ان يتواجد لأن... الانسان لحظة. في السودان ليعرف لا. ما يدور لانه هذه المعلومات غير صحيحه ما هو هذه المعلومات غير صحيحه انا شخصيا م. الذي سلمت اسماء وفد الحكومه في اللجنه التحضيريه لرئيس اللجنه المشتركه كتبت اسماء اعضاء اللجنه بيدي وليس مطبوعه وسلمت هذه الورقة لوفد اللجنة التحضيرية. مدى أهمية وليس هذه فيه. الشخصيات وقدرتها على اتخاذ القرار؟ عفو. دعني أجاوب على سؤال أخ، مش سؤالك أنت. م. أنا كتبت هذه الأسماء وليس فيها اسم النور جادين. فكون أن يأتي الأخ من لندن ويتحدث عن أحزاب كرتونية ويسيء لشخص آه سوداني كان في يوم من الأيام مسؤول الإعلام في حزب الأمة الذي يرأسه الصادق المهدي. وهو يقول أنه ضمن أسماء اللجنة الذي أنا كتبتها بيدي وسلمتها هذه المعلومات الغير صحيحة هي تجعلني أقول أنه هو أيضا الأخ فخر الدين معلوماته عن علاقتنا مع يوغندا وأسباب توترة ومعلوماته عن علاقتنا بمصر وأسباب توترة هي أيضا غير صحيحة لأنه هو غيابه ووجوده في لندن جعله غائب تماما حول ما يجري في السودان دكتور ما هي الاسماء التي اخترتموها؟ هل لها قدره على اتخاذ القرار والحوار ام انها اسماء لمجرد تشكيل وفد والرد على الوضع على على الوفد الاخر؟ يا اخي الكريم انا فقط اذكر لك رئيس اللجنه. رئيس اللجنه هو الدكتور غازي صلاح الدين. دكتور غازي صلاح الدين اولا هو عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. دكتور غازي صلاح الدين هو وزير الثقافه والاعلام. الدكتور غاية صلاح الدين هو الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور غاية صلاح الدين معروف لكل قيادات المعارضة في الخارج إذا كنا نحن نريد أن نرسل وفد هزيل لما اخترنا شخصية بهذه الطريقة يقود وفد الحكومة المباحثة حيدر سكوتا من أبو ظبي تفضل يا حيدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أحمد. صوت لو سمحت أه نعم صوت بس لو ترفع صوتك قليلاً حاضر التحية لأستاذي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وهو يقوم بهذه المهمة مهمة العلاقات الخارجية في هذا الوقت بالذات وهو محل إشادة من جميع المراقبين بدبلوماسيته وتغلب ذلك على مهنة الطب إن شاء الله سؤالي ما هو تعليقكم على تصريح رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأخير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخطي لم تخطي في ضرب مصنع الشفاء شكرا جزيلا شكرا تفضل دكتور هذا الموقف ظل هو موقف آه الاداره الامريكيه منذ ان ضربت مصنع الشفاء للادويه ولكن م. اقول للاخ حيدر انا التقيت تقريبا بمعظم وزراء الخارجيه الاوروبيين وانا ذكرت الاوروبيين بالتحديد لانهم يعتبروا حلفاء امريكا م. دون استثناء ذكروا لي بان المعلومات التي اتت بها الولايات المتحده وعرضتها عليهم ليست كافيه لتثبت أن هذا المصنع ينتج أسلحة كيميائية بل القرارات التي صدرت من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومجموعة عدم الإنحياز ومجموعة السبعة والسبعين كلها تدين الولايات المتحدة لهذه العملية التي قامت بها وتطالبها بقبول لجنة التحقيق نحن في الأول طالبنا من الكونغرس أن يلسل لجنة تحقيق حتى يتأكد إذا كانت هذه المعلومة صحيحة أو لا فإذا الإدارة الأمريكية أنا ليس عندي شك في أن الرئيس كلينتون نفسه مقتنع تماما بأن هذه الضربة نتجت لمعلومات خطأ. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن للإدارة الأمريكية في وهي الآن في سباق الانتخابات أن تخرج إلى الملأ وتقول أنها أخطأت بضرب مصنع الشفاء للأدوية؟ العالم كله يعلم تماما أن الإدارة الأمريكية ضربت مصنع الشفاء للأدوية خطأ. زين العابدين من نيويورك؟ تفضل يا سيدي آه مرحب زين العابدين الطيب عثمان رئيس المجموعة السودانية لضحايا التعذيب تفضل يا سيدي آه تفضل في البداية عن مسألة تخصصي مسألة التعذيب اللي مورس ويمارس من نظام من نظام جماعة الترابي ارجو لو سمحت لو سمحت يا سيدي, لو سمح يا, سيدي يا سيدي نحن نسمح لك ان تتكلم بلا حدود في اطار من الالتزام والاحترام الكامل للضيف وللحكومه السودانيه تفضل اتحدث لكن اقول هذا لاني مساله الحكومه السودان الان يا سيدي الشرعيه لا توجد في السودان انا اسف طيب تفضل بايجاز قل ما تريده حتى يرد عليك السيد الوزير عليك تفضل انا اتحدث عن مساله التعذيب ونفي لها انا الان يا سيدي في الولايات المتحده الامريكيه اتعالج من اثار تعذيب النظام تعرضت للتعذيب على, على يد من, من ومتى ساذكر لك اسماء اللي اللي مارست بغيادة الطيب الجزار متى متى تعرضت متى قبض عليك وباي تهمه ومتى تعرضت للتعذيب 89 انا من اول اول تعذيب او اول تعذيب بدا في باي تهمه قبض عليك يا سيدي آه انا كنت آه مسؤول في الحزب الاتحاد الديمقراطي في شباب الحزب الاتحاد الديمقراطي وكنت داعم لمساله مبادره السلام السودانيه التي قادها سيد محمد عثمان المرقني مع الدكتور آه جون جرن ما هو تاريخ القبض عليك؟ متى قبض عليك؟ قبض اول قبض علي كان في شهر 8 89. ما هي التهمة التي وجهت إليك؟ تكررت الاحتجاجات التهمة أنني لي علاقة مع أعضاء آه الحركة الشعبية وأننا نحن دعاة الاستسلام كما يقولون. في في أي مكان تعرضت للتعذيب؟ في سنار في مدينة سنار ونقلت إلى مدني وسم الخرطوم. ما هي ادلتك على هذه الادعاءات؟ مارت عليه التعذيب آه شخص يدعى انه الطيب الجزار حاتم الغرني الدكتور نافع علي نافع ضربني بالكف عندما آه اتوا لي ببعض المشت... بمستند اخرجته آه المنظمه الدوليه آه في كندا آه ذكرت فيه اسمي وتعذيبي و... واني محتقل متى افرج عنك يا سيدي؟ متى افرج عنك؟ انا انا خارج انا خارج السودان آه منذ 82 انا يا سيدي يعني لا انت لا. تقول قبض عليك في 89 وانت خارج السودان من 82 80. من 92 يا سيدي قبض عليك في 8 92 ايوه قبض عليك في شهر خارج 8 خرجت 92 أنا حقيقة لا أريد أن أتحدث عن شخصي يعني لا أنت الآن تدعي حتى. على الحكومة السودانية في برنامج على الهواء أمام مسؤول سوداني ومن حقي أن أعرف منك التفاصيل بهذا الادعاء الذي تدعيه لا يحق لأي شخص أن يطلع على الهواء ويدعي ادعاءات لا أصل لها ليتهم الحكومة أنت تدعي قل ما عندك والوزير موجود يرد على هذه الادعاءات أيوة كيف خرجت من شخص السودان أخرجت. كيف سمح لك بالخروج من السودان أنا خرجت هربا أخي كيف هربت الى الولايات المتحده لا انا هربت لما اهرب الى الولايات المتحده بشكل مباشر هربت, هربت, هربت كيف, كيف ومتى وكيف كيف هربت الدول المجاوره طيب وجه سؤالك بقى لسعاده الوزير لو سمحت لا يعني انا حقيقه سعاده الوزير كان يتحدث عن, عن 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 ما يحدث في 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 جنيف اخيرا في الكوميشن بتاع الامم المتحده يعني عايز اشير لانه حتى هم استفزازهم لحماة حقوق الانسان انهم في هذا المؤتمر ياتوا بشخص من من, من جلاديه النظام اسمه عبد الله الازرق وهو وزير مفوض الان كان مشارك في هذا الاجتماع وهو آه قد مارس التعذيب على احد المواطنين في من احد المواطنين هذا من احد المواطنين, المواطنين. انا انا سمعتك واعطيت الفرصه بما فيه الكفايه والان اتهامات الى الحكومه السودانيه بممارسه التعذيب ضد معارضيها ما تعليقك سعاده الوزير اولا انا احب اقول انه أه الاخ زين العابدين ليس هو وحده وانما هم مجموعه من السودانيين عندهم دوافع سياسيه وحدث في اكثر من مره انهم يتقدموا بهذه القضيه لتشويش صوره الوضع في السودان م. بل قبل في, في 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 العام الماضي تقدموا لمحكمه اسكتلنديه وحجزوا طالب طب يدرس في بريطانيا باعتبار انه هو قام بالتعذيب والمحكمه الاسكتلنديه حينما الحكومه البريطانيه طلبت مننا ان هذا الرجل مارس التعذيب حسب تركناه في لندن جلس حتى واجه المحكمه والمحكمة أصدرت براءته وأنه لا علاقة له بعملية التعذيب. دكتور لكن أنتم, يقوم... أنتم أنتم أبقيتم المسؤولين عن النظام الأمني في الحكومات السابقة ومعظمهم متهمون بممارسة التعذيب، تركتوهم في مناصبهم وظلوا يمارسوا نفس أساليب التعذيب التي كانت تمارس ضد المواطنين السودانيين. هل قمتم بتنظيف الان الجهات الامنيه من امثال هؤلاء الناس ام لا زال كثير منهم موجودون في مواقعهم يمارسون التعذيب ضد المواطنين؟ يا اخي الكريم الان السودان مفتوح هذا الاخ الذي خرج وذهب ليعيش في امريكا وحتى يبرر وجوده في امريكا اصبح يدبج الاتهامات اتمنى ان يذكر واحد الان موجود في السودان موجود في السودان ويعذب أو عزب حتى نستطيع أن نسأل ونخرج به على الملأ يقول إذا كان عزب أم لا طيب خرج اثنين من السودانيين من نفس هذا الصنف من قبل وذهبوا إلى ألمانيا وحينما وصلوا إلى مطار فرانكفورت قطعوا الجوازات وذهبوا إلى الـ 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 الحكومة الألمانية وقالوا أنهم عذبوا لكي يعيشوا في ألمانيا عيشة طيبة هنيئة فالحكومة الألمانية أرجعتهم إلى السودان بطائرة وجاءوا ودخلوا عبر مطار الخرطوم وذهبوا إلى أهلهم ولم يسألهم أحد بعد ذلك بشهرين بطريقة سرية جاء صحفي ألماني وذهب إلى منازلهم ووجدهم يعيشوا مع أسرهم وسألوا الوالد سألوا الوالد قالوا له يعني الاثنين ديل كان جو قالوا في تعذيب وكده رد عليهم الوالد بالحرف الواحد هؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة ولم يعتقلوا ولم يعذبوا وإنما يريد أن يعيشوا في ألمانيا لأن العيشة في السودان صعبة وهذه هذه نماذج دكتور بس اسمح لي يعني ليس معنى ذلك أن يعني نظام أمني كامل لا يمارس التعبير. لا أنا لا أنفي ولكن الآن أنا أتساءل الحريات الموجودة في السودان أنا أتساءل أخبرني دولة في الوطن العربي أو في جوارنا السودان ممارسة الحريات فيه متأخر عنها الآن المعارضين الأساسيين للحكومة يخرجوا ويدخلوا دون أن يسألهم أحد من يمثل مثلا حزب ما عندهمش قوائم انتظار في المطار؟ ما عندنا أي قائمة انتظار من الذي يمثل مثلا حزب الأمة في الخرطوم؟ أبو المجموعة بها تخرج تمشي مصر تجتمع مع الصادق وتعود إلى الخرطوم سيد احمد الحسين يمثل الحزب الوطني الاتحادي حتى الامن يعرف ماذا حدث هناك ويراقب ما يحدث لهم يعني هذه هذه ايضا اسلوب من أسلوب لا المتابعة. يوجد لا يوجد معارض سياسي واحد في السودان ممروع من الخروج يطلع ويلتقي بافراد المعارضه في الخارج ويعود بالداخل احمد عثمان من السودان تفضل يا احمد الو تفضل يا سيدي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله والله احب ان اوجه تحيه للدكتور مصطفى ولك يا أخي احمد حياك الله انا عندي مداخله بسيطه يعني ارجع بكم شويه لموضوع امريكا نعم وان استاذ احمد على صورت امريكا ان هي تفعل ما تريد وبمعنى اخر لا تسال عما عم تفعل وفي الحقيقه امريكا لن تتوقف من الكيل السودان بالاتهامات الباطله م. وهذا موجود في قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم يعني ف... سؤالك اذا يا, يا احمد سؤالي انه يعني آ... زي ما الدكتور أحب أن تظهروا برضو ماذا تريد أمريكا من السودان ما هي الذنب اللي اقترفه السودان حتى تعاديه أمريكا هذا العداء السودان لا يريد لا يريد أن يسترضي الولايات المتحدة ومن ثم فالولايات المتحدة غير راضية عنه شكرا لك أسامة أبو بكر من أبو ظبي تفضل يا أسامة المرحب حياك الله تفضل يا سيدي أسأل سيد الوزير مباشرة لماذا تتسم سياسة السودان الخارجية بالشوفينية تجاه الدول الجوار والعالم في خطابها الداخلي وفي نفس الوقت تشهد سياسة الخارجية تراجع مستمر أي تراجع مستمر في الخطاب الخارجي عشان الكلام ما يكون بدون أي وقائع هل لديك مثال لهذا نعم. التراجع؟ نعم فضل. لو أخذنا العلاقات السودانية المصرية قبل سنوات حصل التعبئه بتاعت راي عام محلي قوي جدا جدا بالنسبه لاحتلال مصر لاراضي سودانيه اللي هي في منطقه حلايب اقعدت الحكومه الدنيا ولم تق... اقامت الحكومه الدنيا ولم تقعدها في انه مصر احتلت ارض حلايب لا احنا الان خلينا خلينا الان في العلاقات المصريه السودانيه الحاليه لا تعود بنا الى التاريخ انت بتقول في تراجع الان فما هو شواهد او ما هي شواهد هذا التراجع؟ هل مضى عليها فتره و لا عفوا يعني. يا اخي احمد انا عشان ادلل على التراجع لازم أولي التراجع حصل من ايه؟ ما هي العلاقات ما كانت كويسه في يوم من الايام والان تشهد هذه العلاقات تراجع يعني اليوم الان الوزير سيذهب تجد. الى مصر يوم السبت والتقي مع وزير الخارجيه وعلاقاته جيده مع وزير يعني الخارجيه يعني عشان المصر. ما نحرج سياده الوزير يعني نسحب السؤال لا انا ما بطلبش منك تسحب السؤال انا بطلب منك انت بتدعي ما دليلك على هذا الادعاء حتى يستطيع سعاده الوزير ان يجاوب طيب انا لا امنع احد هذا من ان يسال عفوا فضل. دليل على هذا الادعاء انه في وسائل الاعلام السودانيه وطلعت مظاهرات تاييد لموقف الحكومه وضد الموقف بتاع احتلال مصر لاراضي السودانيه كما تدعي الحكومه السودانيه الدليل الأكثر من كده شو يعني الحكومه كانت تعتبر انه حلايب او هي حلايب ارض سودانيه والحكومه المصريه احتلتها ادت المساله الى لتآزم بين علاقه البلدين والان اسال سيد الوزير لماذا لم يفتح هذا الملف وما هو موقف الحكومه السودانيه تجاه ما يحدث الان في حلايب؟ الوضع خلاص نسمع الـ نسمع الاجابه من الوزير عفوا دي حاجه واحده يا سيد احمد الحاجه الثانيه علاقه السودان بالكويت اللي هي ما حدث طبعا معروف موقف السودان إبان حرب الخليج في اوائل التسعينات واليوم السياسه السودانيه من خلال وزاره الخارجيه ومن خلال الوسائل الاعلام بتحاول تروج لانه موقف السودان انذاك لم يكن مؤيدا للعراق ونحن انا عايز طيب اسمح لي اسمع اسمح لي اسمع الاجابه من سعاده الوزير سعاده الوزير فيما يتعلق بموقفكم من ازمه حلايب بايجاز واختصار اولا هي الحكومه قالت حلايب سودانيه وما زلنا احنا بنقول حلايب سودانيه لكن نعالج ملف حلايب في اطار الحوار الذي يجري بيننا وبين مصر ونعمل على إيجاد حل متفق عليه بين البلدين لا يؤثر في العلاقات الاستراتيجيه والأزليه بين البلدين. بالنسبه كل للكويت كلما تحسنت لنبقى في مصر، كلما تحسنت العلاقات المصريه السودانيه، خرج السيد حسن الترابي بتصريح يدمر ما تم بنائه. في ظل اتهامات تقول بأن السيد حسن الترابي له أو يعني يكن كراهيه خاصه لمصر. وأن الوضع لن يتحسن بين مصر والسودان طالما بقيت الترابي في السلطة دعني أترك ما يقوله الناس وأقول لك أنا رأيي كوزير للخارجية أولا بالنسبة لعلاقاتنا مع مصر هذه العلاقة ظلت متوترة ووصلت قمة توترة في عام 97 ما حلال منذ سبعة 97 وحتى الآن نقارن ما جرى قبل 97 وما يجري الان. قبل 97 لا اتصالات على مستوى القياده لا اتصالات على مستوى الوزراء القضيه وصلت الى حد اثرت في العلاقات الشعبيه، العشرات من السودانيين يعودوا من المطارات وكذلك من المصريين الاتصال النهري اللي هو مهم جدا في العلاقات بين البلدين مقطوع العلاقات التجاريه متوقفه تماما انا لا اقول الان العلاقات عادت الى وضع الطبيعي لكن الان على الاقل الاتصال النهري بدا الان وهو مستمر ولم ينقطع توقفت عمليات الارجاع وبدات العلاقات الشعبيه تعود التبادل التجاري يزداد كل يوم بين البلدين انا سؤالك الوزراء في محور واحد ده الوزراء. كلام جميل كله كلام جميل جدا انا برد جدا. على لكن... الاخ مش برد عليك انت بس الاخ بيقول طب رد علي انا رد علي انا الاخ خلاص سؤاله كان محدد وانتهى رد علي انا فيما يتعلق بالسيد حسن الترابي انا جايك يا احمد يا اخي تفضل يا سيدي انا دار اقول انه الكلام اللي انت قلته نفسه ما صحيح مش صحيح انه كل ما تط... تط... تحركت العلاقات حسن الترابي قال تصريح لو تابعنا لو تابعنا من 97 وتسعين الى الان نجد كل ما يحدث تحثن لم تحسن تتراجع العلاقات الترابي ليصدر تصريح يوتر العلاقات العلاقات مرة. لم تعد صحيح الى الوضع المطلوب لكنها هي تتحرك الى الامام الترابي للمعلوميه هو من اكثر الناس حرصا على تطبيع وتطوير العلاقات السودانيه المصريه لكن حتى, قبل قيام, لا تدعو حتى قبل قيام الانقاذ حتى قبل قيام الانقاذ ادريس من السويد اخ ادريس تفضل السلام عليكم عليكم السلام بس عندي سؤال أو سؤالين بالنسبة للدكتور وبعدين عندي شوية مداخل لو سمحت لي أخ أحمد بالنسبة لل الل... اللي هي موضوع موضوع حلايب في علاقاتكم كل مرة أو في لقاءاتكم مع مع وزير خارجية الدكتور مصر هل تتبنوها تت... يعني تناقشوا فيها والموضوع الثاني هو موضوع ال نحن اه نعرف ان السودان الاخوه المصريين قاعدين يتامروا ضد السودان ما بنتامرش يا سيدي ويتامر الان. على الامه العربيه في نفس الوقت <applause> يعني كويس الاخ احمد قبل طبعا ما الكلام ما يعجبه لانه هو يعرف انه كل ما لا كلامك كله جميل يا دكتور مصطفى يا دكتور مصطفى كل ما انت تكلمت يدق يقول لك الدكتور الترابي قال الدكتور الترابي قال الدكتور الترابي الدكتور الترابي هو شخص واحد في كل السودان يا سيدي شخص ليس شخص واحد هو شخص له نفوذ النفوذ الرئيسي في السودان ليس مجرد شخص لا ما نفوذ رئيسي في السودان الدكتور الترابي يقدر يعبر عن رايه يا اخ احمد كيف هو الدكتور الترابي الدكتور الترابي يا سيدي جزء رئيسي من الحكم في السودان ليس مجرد شخص لا حتى تهمش هو رايه لا بهذه الطريقه لا بس ما يقدر زي ما انت قاعد توصفه كل مره ما يقدر يخرب العلاقات زي ما تقول كل ما تتحسن الدكتور الترابي يسلح او يصرح ثم حتى تخرب العلاقه من جديد يعني انت لا تنسب لا تنسب على من خطابك لا تنسب احمد يا سيدي لا تنسب شيئا على لساني كلامي واضح امام الناس سؤالينك نسمع اجابه سعاده الوزير عنهم هل تفتح ملف حلايب مع الوزير وزير الخارجيه المصري حينما تلتقي فيه نعم، هي حلايب واحدة من الملفات اللي نعالجها عند اللقاءات، الفرق بيننا وبين الاخرين، ربما الاخرين يريدوا ان كل ما يدور في هذه اللقاءات من اختلاف وجهات النظر او غيرها ان يخرج الى ان تخرج الى السطح وان تدار يدار هذا الحوار من خلال اجهزة الاعلام. هذا الذي نختلف فيه مع الاعلاميين من امثالك يا اخ احمد. إحنا نريد لهذه القضايا أن تعالج وأن تناقش وأن تطبخ على نار هادئة حينما تنضج تخرج للرأي العام بأننا وصلنا لاتفاق لكن تصور إذا كنا الملف الأمني نعالجه عبر الإعلام ملف حلايب نعالجه عبر الإعلام لكن على الأقل لابد أن يعرف الناس شيئاً عما يدور من خلال بعض التصريحات المطمئنة أو حتى المقلقة بالنسبة إلى الناس يعني الإعلام الآن صار هو المصدر الرئيسي حتى للمسؤولين في استقاء المعلومات بس الإعلام الآن كثير من المبادرات وكثير من المباحثات تفشل حينما يركز عليها الإعلام وحينما تصبح معالجة القضية من خلال أجهزة الإعلام إدريس يتهم المصريين بأنهم يتأمروا على السودان ما رأيك في هذا الاتهام؟ أولاً لو ذهبت حلائب لمصر ليس كما تسهب حلائب لأي بلد آخر مصر والسودان نحن نتطلع إلى تكامل نتطلع إلى وحدة ولكن نريد هذا التكامل وهذه الوحدة تكون بالفهم المشترك وبالرضا بين الشعبين وبين البلدين لم تجب على السؤال هل يتآمر المصريين على السودانيين أم لا؟ إذا كان المصريين يتآمر على السودان ما كنت أنا أسافر إلى القاهرة وأجلس مع وزير الخارجية وأتحاور معه بل الرئيس البشير يلتقي بالرئيس مبارك في الجزائر ويعطيه كل ثقة حكومة السودان في أن تمضي مصر في موضوع الوفاق نحن الآن لماذا نرفض أن تكون أمريكا جزء من حل المشكلة السودانية؟ لأن أمريكا تتآمر على السودان لو كان الموقف المصري هو نفس هذا الموقف لرفضنا حتى مجرد أن تكون مصر وسيطة أو أن تكون مصر داعية للوفاق مع السودان عبد العزيز العقوبي من السويد تفضل عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام يا سيدي والله خير يعني عندي مداخلة بسيطة بإجازة في هذا البلد حوالي 14 سنة وأتكلم السويدية والنرويجية بطلاقة واصلي ليس من السويد ولكن ما يبدو هنا في المجتمعات السكندنافيه وخاصه بالنرويج والسويد ان الكنيسه واتباع الكنيسه يجمعون الاموال ليلا ونهارا من اجل مساعده الجنوب السوداني بتهمه ان الاغلبيه المسلمه بالسودان يعني تضغط على الجنوب المسيحي ويعملون على تشويه سمعه الشعب السوداني ككل ولهم ضغط على الاحزاب السياسيه وهذه المساله ليست سريه هنا في السويد او بالنرويج بل يعملونها بوضوح والسلام عليكم شكرا لك. ما هي طبيعه الازدواجيه التي تحكم السودان الان بين كل من السيد حسن الترابي والفريق عمر حسن البشير؟ لا توجد ازدواجيه بالشيء المطروح الان من خلال تركيبه الحكم في السودان. الذي يحدث الان في السودان ولعلك تاثرت بما كتب عن الانعقاد المؤتمر التاسيسي انا لا اراء شخصيه انا هنا دوري ان كل الاراء المعارضه للحكومه ان اتبناها واطرحها عليك واترك لك المجال لتفنيدها. طيب انت ومن خلفك <applause> خلف الجزيره <applause> قد يكونوا تاثروا بما جرى في انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب المؤتمر الوطني لا بد من أن نتذكر أن فكرة إنشاء وتأسيس المؤتمر الوطني أساسا نبعت من أن يكون هذا المؤتمر عبارة عن تنظيم مفتوح لكل السودانيين مسلميهم ومسيحيهم جنوبيهم وشماليهم شرقهم وغربهم أليس غريب أن ينعقد مؤتمر تأسيسي ويشارك فيه عشر ألف شخص أكثر من عشر ألف شخص عضوية المؤتمر التأسيسي طالما تحكمون تستطيعون أن تحشدوا مليون شخص قبل أن نحكم مم. قبل أن نحكم كنا نستطيع أن نحشد هذا العدد وهذا التأييد كان موجود وهو الذي انعكس في تيار جارف داعم لهذا الخط في السودان ولذلك انفتاح المؤتمر ودخول تيارات سياسية كانت تنتمي لأحزاب في السابق آه دخول آه آه أصحاب معتقدات مختلفة مسلمين ومسيحيين آه مشاركين من كافة ولايات السودان أعطى نوع من التباين في طرف هذه القضايا لكن عفوا دكتور حتى لا يأخذنا الوقت صار الوقت ضيق جدا ويحصرني المؤتمر الأخير انتهى بتقنين استعادة الدكتور حسن الترابي لصلاحيات واسعة ربما تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية ليس صحيحا أولا المؤتمر انتهى بتعزيز الديمقراطيه وتعزيز عمل المؤسسات. دكتور الترابي لا يتدخل في عمل رئيس الجمهوريه. من الذي يعين المناصب الرئيسيه في البلاد؟ الترابي ام البشير؟ هناك لجنه. هناك لجنه من سبعة اشخاص تتشكل من الترابي كأمين عام للمؤتمر ونايبيه والرئيس البشير كرئيس للجمهوريه ونايبيه ثم رئيس الهيئة النيابية هؤلاء السبعة هم الذين يرشحوا للمناصب القيادية وهذا الترشيح يعرض على الهيئة القيادية المشكلة من ستين شخص وهي تجيز هذا الترشيح أو ترفضه لماذا يرفض الناس تعزيز الديمقراطية وتعزيز معاني الشورى حتى يخرج القرار وهو مدروس دراسة مكتملة وناضجة هذا هو الذي خرج به المؤتمر الوطني الآن، أصبحت التعيينات، أصبحت القرارات تأتي من المؤسسة لكن واضح أن الدكتور الترابي أو من خلال كل التقارير التي تدولت، الدكتور الترابي تعززت صلاحياته وكل المعارضين له بما فيهم أصحاب مذكرة العشرة المعروفين بينهم وزير التعليم تم إقصاؤهم في الانتخابات وهم الآن يعني أصبح هناك عملية إقصاء لكل من يطالب بتقليص صلاحيات الترابي لصالح صلاحيات البشير الذي جرى في المؤتمر وستثبت لك الأيام ذلك أن المؤتمر جرت فيه شورى واسعة وترك للشورى أن تتمدد حتى أصبح هناك تباين هناك مجموعات تجمع تدعم بعض الأفكار وتدعم الخط الآخر الذي يقال من أن مجموعة العشرة آآ آآ سقطت ولم تنجح غير صحيح الدكتور حسن مكي نفسه ونأكل. قال ان ما حدث في المؤتمر ليس سوى مسرحيه لتمرير الخطه التي اعدت من قبل السيد حسن الترابي لاقرار الوضع والدكتور حسن مكي ليس شخص بسيط في الحزب الحاكم وكذلك في السودان يا اخي انا عضو في الهيئه القياديه وعضو في المؤتمر واعرف تماما مما تتشكل الهيئه القياديه واعرف من الذي كان وراء مذكره العشره واقول لك وبالصوت العالي ان من الذين فازوا في قائمه الهيئه القياديه بعض منهم كان جزء اساسي في مذكره العشره وبالرغم من ذلك فاذوا الان في الهيئه القياديه هناك تقارير تشير الى ان تغييرا وشيكا سوف يحدث في الحكومة السودانية في بعض المناصب الهامة ومنها منصب وزير الخارجية. ما تعليقك؟ أولاً القيادة إذا قررت تغيير شخص من موقع إلى آخر أنا بالنسبة إلي بالتأكيد كشخص ملتزم في المؤتمر أرحب بذلك وحتى لو تقرر إعفائي فسأنتقل إلى الموقع الذي لكني أقول لك أنه غير وارد في هذه المرحلة تغييرات وزارية يعني أنت تنفي وجود تغييرات وزارية في السودان خلال هذه المرحلة؟ غير وارد هناك تقارير تشير عن وجود انقلاب وشيك في السلطة سوف يقوده السيد حسن الترابي ضد الفريق عمر حسن البشير حسن الترابي ليس عسكريا انقلاب كيف ابيض يقود ليس انقلابا عسكريا ليس انقلابا عسكريا، انا لا اتحدث عن انقلاب عسكري م. وانما انقلاب في السلطه كيف يمكن ان يكون هذا الانقلاب وقد قرر المؤتمر ان يكون الفريق البشير هو مرشح المؤتمر لرئاسه الجمهوريه العام عام 2001؟ لكن ايضا كيف هناك ارهاصات كيف كيف هناك إرها يقود بان السيد الترابي لن يرشح نفسه في البرلمان للفتره القادمه لكي يتفرغ لشيء ربما يكون اكبر ربما يكون هو منصب رئيس الجمهوريه هذا ليس ارهاصات هذا قرار من قرارات هيئه الشورى الا يجمع امين المؤتمر بين منصبه ومنصب دستوري اخر في, في دقيقه واحده كيف ترى مستقبل السودان من خلال التحديات التي تواجهه الان؟ انا اعتقد ان السودان الآن وبطريقة علمية ومدروسة يعالج كافة قضاياه وهو سيدخل الألفية الثالثة وهو أكثر قوة اقتصاديا وأكثر استقرارا سياسيا وأكثر انفتاحا خارجيا سعد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني أشكرك شكرا جزيلا على سعة صدرك وعلى تحملك لأسئلتي كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم موضوع الحلقة القادمة هام للغاية وضيفنا هو السيد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته